نزار خصو خوتي يديرها ليه عقله، ما تخصو حتى خير ما يخصو. انا موجده ليه الوراق وموجده ليه اي حاجه، وصوبت ليه وريقاته، غا ناويه الخير، ناويه نمشي باش نطبع ليه الفيزا. بغى يدير عقله راه غادي يكون من الفائزين، اذا بغى يدير عقله غيكون من الفائزين، غيولي بخير ويولي لاباس عليه ويدير الطوموبيل يدير كل شيء في هذه البلاد هذه، لانه هو معروف وكيبغيو الناس، وهذا راه يجي هنايا راه يولي لاباس عليه. ما دارش عقله ما عندي ما ندير ليه، انا اللي عليا راه غنديرو، ما دارش عقله غيجيبها في راسو. انا ناويه معاه غير الخير، هو انا ما بغاش يدير عقله، راه غادي لبقات يسمع لعباد الله راه غيخورو. نزار خاص يبعد من اصدقاء السوء. برافو اميره اختي، اصدقاء السوء هما اللي خارجين عليه. وشتي دابا، شتي دابا واحد مهدوم الفم ديال فرنسا راه موجد باش يخرج عليه، موجد ليه القوقعه فين يخرج عليه عاوتاني. وعقلوا على هاد الهضره اللي قلت لكم، غيخرج عليه شي داك ديال فرنسا مهدوم الفم، غادي يخرج عليه. ولا ما خرجش عليه جيو تاني وجيو دفلوا عليا، ناوي تاني غدرو وناوي يخوروا حيت عارفوا جاي وشاف الورقه انا صوت عليه، وغادي تاني يتلقى عليه وغيخوروا وغيحشيه فيه. ومن غيخوروا اش غيدير ليه؟ غيبعد منه. ديكو غيخوروا وغيبعدوا غادي يديروا. بصح مشكلته الصحاب، صحابو من خارجين عليه، صحابي خوتو ما تيقولوا لي حتى شي كلمه خايبه، خوتو باغي لي غير خير، واخا ما عندهمش العقل كيخليوه يتلاقى مع صحابو. ولكن هذاك مهدوم الفم هو اللي غيخرج عليه خرجه ديال الصح، هو اللي غيخرج عليه. وملي غيخرج عليه اش غيدير ليه؟ غادي يسوسو. ديك اللي خرج عليه غيسوسو، ما غيعقلش عليه. دابا كيقول لي اش دير واش دير واش دير واش دير، انا الخبر كله في راسي. دابا تيقولب فيه كيوجد ليه، فهمتي اصفى؟ الله يحفظك اصفى، راك فاهمه. دابا كيلعبوا كي به كيما بغا، كيلعبوا به وموجدين ليه تقوليب اخرى، موجدين لي وغادي يخوروا. وملي غيخوروا واش غيديروا ليه؟ ملي غيتخور غيبعدوا منه وغيخليوه في المغرب ثاني تيدور في طار راس، غيخرجوا عليه. انا متاكده غيخرجوا عليه، حيت موجدين ليه، راه موجدين تقوليب الحشي اللي غيحشيوا لي موجدين لي. وانا ما عندي ما ندير، ما حد يقدر. امين اخويا المستشار، الا كنتي فعلا تتبغي لي الخير، الا كنتي تتبغي لي الخير، وانا متاكده انك انت كتبغي لي الخير اكثر من تديري، اكثر من ولدك، اكثر من ولدك كديري لي. وانا شفت بعيني راه مناوي لي داك مهدوم الفم وموجد ليه يخوره، ووصلتني الخبر وباغيني يخرجوا عليه. وانا راه انا ما تقولوش لي اخوتي غدا ولا بعد غدا تجيو عندي تقولوا لي مالك تي ما ديتيش تي ما فعلتيش تي ما درتيش. انا موجده ليه الورقه ديال المجيان، ها هي موجوده، يعني القنصليه الايطاليه طابعه باش يجي، ما كاينش اللي يتعرض ليه. انا موجده ليه الوريقات، موجده ليه كلشي، بغى يصوفي راسو ويجي هنا يدير مستقبله ويبعد من الحباسات ويبعد من المصيب، راه غيجي عند مرتو وما غيخصو خير. بغى يتبع الصاحب ديال السوء اللي ضحك عليه المره الاولى وضحك عليه الثانيه وخورو الثالثه، وهو راه ما كيبغي حتى وحده في صحاباته ولا عيالاته، ما عمرو حمل شي وحده. هو اشنو الهدف اللي عنده؟ الهدف اللي عنده هو يخورو، يجلس ديما مشرد في الطراس، هذا هو الهدف ديالو. وانا ديك الساعه اخوتي ما عندي ما ندير، ايدي فوق كفافي، ما عندي ما ندير. ان التخوار راه موجود ليه، التخوار عاوتاني موجود ليه، وما فين ما صابو بغى يجي الطاليان تيبداو يخوروا فيه، تيبداو يقلبوا على التخوار، وانا ما عندي ما ندير ليه. اكبر منافق هذاك، اكبر منافق، وهذاك هو اللي خرج على نزار، وهو اللي خورني انا مع نزار، وهو اللي خوره مع عيالاته كاملين، وهو اللي تيخور فيهم على 50 اورو، 50 اورو تيخوروا عليها، تيعطي 50 اورو كيصيفط عليه وتيستغل فيهم كيما بغاو. هذاك ديال فرنسا المنادي، هذاك المنادي ديال فرنسا هو اللي خارج عليه، مهدوم الفم، فمه مهدوم بحال الشكوى، هذاك هو اللي خارج عليه، باغي يتشهر بأي طريقة، باغي يتشهر، باغي يشدو يستغلو، كيصيفط لي 50 أورو وكيستغلو، على 50 أورو، يصيفط لي ويستغلو. أنا لما مشيت راه الصيف كنت تما، أنا الصيف كله دوزتو تما،
خليت ولدي هنا لدرجة الناس كلهم تيقولوا لي خليتي ولدك ومشيتي تابع الراجل وولدك لحتيه، لدرجة الناس كلها قالت هذه الهضرة، ورغم ذلك ما ديت حتى شي واحد، ومشيت وجلست معاه الصيف كامل وخليت ولدي هنايا. أما دابا لما قديتش نزل راه عندي ولدي تيقرا، راه ما يمكنش نخلي ولدي تيقرا ونمشي عنده، لأن لا مشيت عنده وخليت ولدي غيجيو لاسيستون سوسيال غيديو لي الدري. هذه راه أوروبا، حنا راه في أوروبا، حنا راه ماشي في المغرب ولا في شي دولة ولا عندهم عادي، حنا راه في أوروبا. أوروبا إلا بعدتي على الدري وصابو الدري غيديوه لك. داس ليا المرة الأولى طريفة، علاش؟ اللي كان مع بواه، ولكن بواه دابا ما كاينش، بواه ما كاينش. لما نخليه أنا مع الجيران راه ما يمكنش. أنا ولدي هو الأول، خاصو يتفهم هذا الشيء. إلا ما مشيتش عنده راه خاصو يتفهم بأني راه عندي ولد عنده 13 عام خصني نقابلو، ولكن راه ماشي صافي دير ما مشيتش عندو راني ناسيه، انا ما عمري نسيتو. باش ما قسم الله راه كن 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 ندير باش ما قسم الله، يعني بغى يضمن مستقبله يجي. راه انا موجد ليه كل شيء، وامامكم وريتكم الوراق وريتكم كل شيء. بغى يتبع المنادي ويتبع الصحاب ويتبع هادي يخوروه، الله يسهل عليه خليه. هما راه غيشوفوا تفارق معايا انا راه شي حاجه ما تتعجبش، انا راه ما نعرف نشوفو دار شي جاس ما تعجبش، الله يسهل عليه. انا كل واحد يشط طريق حقاش، انا نشوف شي خطا ابسط خطا نشوفه ما نعرف. زيد على خوك شويه تا زيد على خوك شوية 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 تا